تشهد أنك امرأة تشهد أنك امرأة العصور يا زهرة فاحت يا زهرة فاحت بها كل العطور هو الموج يخفو كالحرير الموج يخفو إذا خطرت والليل يخجل من بهائك يخجل إذا مررت وكل هذا السحر في عينيك يا امرأة وقف التاريخ ببابها أعواما من لي بهذا الكون لغة تصف تصف الجمال وتوقظ الإلهام أما النجوم فمن ضيائك من ضيائك قد بدا وكأنها في مقلتيك في مقلتيك تحمما الأرض تشهد أنك امرأة تشهد أنك امرأة العصور يا زهرة فاحت يا زهرة فاحت بها كل العطور لماذا نسي هؤلاء الفوضويون أن عظمة روما أبدية؟ لماذا لم يدركوا أن النظام والقانون هما اللذان جعلاها كذلك؟ ليعلم من يشرب من ماء روما ويتنفس هواءها أنه لا مكان للغوغاء في روما بعد اليوم، لا مكان فيها للخارجين عن القانون. روما لم تعد روما التي كنا قد عرفناها يا مولاتي، فكل شيء تغير، المدينة تغيرت والزمن تغير والناس أيضا تغيروا يا مولاتي، فالديمقراطية تحتضر في عاصمة البلاد
والأحكام القضائية ومراكز الدولة وعروش الملوك الخاضعين لسلطانها أصبحت تباع لمن يعرض فيها أغلى الأثمان. عصابات الإجرام انتشرت في كل مكان، واندلعت المعارك بين الأحزاب. وأين قناصل روما وهم يرون مدينتهم تنحط إلى الدرك الأسفل على هذا النحو المريع؟ ما حدث حتى الآن هو في الحقيقة لا شيء يا مولاتي، فكل الكوارث ستهون أمام كارثة الحرب الأهلية التي تقف على أبواب روما ويتحضر لها الجميع. لقد استطاع بومبي أن يقضي على الغوغاء ويحكم قبضته على روما. ويوليوس قيصر، إنه العقبة الوحيدة التي تقف في وجه بومبي، فللقيصر جيشه ومطامعه في أن يصبح سيد روما الأوحد، ولنجاح أي واحد منهما بالوصول إلى السلطة العليا في البلاد لابد له من أن يتخلص من الآخر بالطرق المشروعة وغير المشروعة. إنهما متنافسان في كل شيء، ولكنهما متفقان على أن الجمهورية في بلادهما قد انهارت وليس ثمة مفر من الدكتاتورية. ولكن من الذي سيحدد اسم الدكتاتور؟ أغلب الظن ستحدده حرب طويلة الأمد وبحر من الدماء. أليس لديك وسط كل هذه الأنباء السيئة نبأ صار؟ بلى يا مولاتي، إنني قادم لتوي من عند صديقي مارسيليوس صانع المراكب والسفن الحربية، والذي كلفته بتوسيع وتطوير أسطول المملكة البحري. لقد أنجز حتى الآن 100 مركب وسفينة، وغدا ستشاهدينها تتجول على شواطئ الإسكندرية. إنه منظر محبب إلى قلبي، ولكنني سأظل أشعر بعدم الراحة ما لم يكن أسطولي هو الأسطول الأقوى في البحر كله. إننا مقبلون على تحولات عاصفة، يجب أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات. مجيئك إلي في هذا الوقت لن يجلب لك سوى المتاعب يا مولاتي. لا تكن عاشقا متجرا، فأنا لا أنتظر المساء إلا لأراك فيه. أختك الملكة كليوباترا باتت على قناعة بأننا نخدعها، وكلما رأتني مصادفة بالقصر تحاول أن تسحقني بكل ثقة لاحتقارها، وكأنها تريد أن تقول لي دون أن تنطق بالكلمات إنني أخون مهنتي كمعلم لأختها أرسيوم. لا يعنيني ما تقوله كليوباترا أو ما تتصوره عنا، لا يعنيني سوى هذا الحب، وسأتمسك به. يجب أن لا يعنيك سوى هذا الحب أنت أيضا. أنا عالم وفيلسوف يا أرسينوي، وبنكران ذلك لن أكون إلا. هل تعتقد أن تلك السنوات التي قضيتها في العلم تساوي لحظة واحدة من لحظات حبنا؟ إذن أقول لك خذني بين ذراعيك قبل أن أدفنك في هذه النفاية. إنني أحدثكم من القلب أيها الأخوة الأعزاء مواطني روما. يوليوس قيصر يريد إغراقكم بمزيد من الحروب التي لا جدوى منها. يتظاهر بأنه يسعى لخدمة مجد روما، وإنما يسعى لخدمة مجده الشخصي فقط. أنا صديقه وأعرفه عن قرب. يوليوس قيصر لم يكن في يوم من الأيام إلا محباً لنفسه أولاً، وها هو الآن
ينشق بجيشه عن روما ويرفض الخضوع لأي سلطة إلا سلطته. اسمعوني جيدا أيها الأخوة الأعزاء مواطني روما، باسمكم ومن خلالكم أعلن، إن لم يتخلى يوليوس قيصر عن قيادة جيشه المنشق قبل اليوم الأول من يوليو القادم، سيعتبر خارجا عن القانون وعدوا للشعب الروماني، وسيقدم للمحاكمة. ماذا يريد مني بومبيري؟ كيف يصفني بأنني عدو للشعب؟ هل أنا عدو للشعب يا بروتوس؟ ومن يصدق هذا؟ وهل هذا معقول يا قيصر؟ أهلا بك يا سيدي في منزلك الجديد في الإسكندرية. أهلا بك يا سيدي، كيف حالك؟ في أحسن حال، طالما أني وجدت هذا المسكن الفخم وجهزته بأفضل الأثاث ليكون لائقاً تماماً بمقامي. سيد، إني سعيد جداً، والإسكندرية كلها ستكون سعيدة بإقامتي. سيدي النبيل أبولادور، لقد عملت 4 سنوات معك، لم أفارقك فيها أبداً إلا الشهور الأخيرة، وأظن أن هذه فترة كافية لشخص ذكي مثلي أن يعرف بالضبط ما الذي يعجب سيده وما الذي لا يعجبه. هل أقول شيئا خاطئا يا سيدي؟ أنت دائما تخطئ يا كلاسيو. سيدي، ألا تريد أن ترى أجنحة القصر؟ بعد أسبوع من الإبحار لابد لي أن أستحم يا كلاسيو. أين الحمام؟ من هنا سيدي، تفضل. في هذه الرسالة التي بين يدي والتي حملها القائد روفيو، يظهر قيصر ألمه وأسفه الشديدين لما آلت إليه الأوضاع في البلاد، ويذكر جميع الرومان بالمخاطر التي ستعصف بالإمبراطورية في حال قسام الشعب على نفسه وفي حال نشوب الحرب بين فئاته المتنازعة. ولتفادي هذه الأخطار يعرض قيصر عليكم اقتراحا ويرجوكم أن توافقوا عليه، وهو أن يطلب مجلسكم هذا من القنصلين قيصر وبومبي الاعتزال من منصبيهما على أن لا يشاركا في أي نشاط سياسي أو عسكري مستقبلا. الموافقون؟ المعترضون؟ إذن تمت الموافقة على هذا الاقتراح وأصبح قرارا. كان هذا متوقعاً يا مولاتي، ولكن زحف القيصر لاحتلال روما سيشكل سابقة خطيرة في تاريخ الإمبراطورية. الرومانيون التقليديون والذين يقدسون تقاليدهم سيسوءهم الأمر، أما عامة روما وفقراؤها فهم يجدون في القيصر منقذاً لهم وينتظرون دخوله إلى روما بفارغ الصبر. وأين موقعنا نحن من كل هذا يا هوميناس؟ موقفنا سيكون إلى جانب الطرف الأقوى يا مولاتي. ليس من السهل أن نقدر الطرف الأقوى وسط كل هذه الفوضى يا هوميناس. ما علينا إلا أن نتابع الأخبار القادمة من هناك ونقرأها جيدا يا مولاتي. من سيفوز بالسلطة برأيك، بومبي أم قيصر؟ لا يمكن التنبؤ بذلك، ولو أن جيش بومبي هو الأكثر عددا من جيش القيصر. سأراك لاحقاً،
علي أن أجهز نفسي لأذهب إلى النحات مينكوري. أتعلم؟ بهؤلاء الفنانين ترتقي البلاد. دعني أصارحك إذن. منذ قدومك إلى الإسكندرية بدت أشعر أن فترات صمتك تطول. إنها المدينة التي ولدت وقضيت طفولتي فيها. كثير من لحظات الطفولة تبقى محفورة في ذاكرتك إلى الأبد يا كلاسيا. لأول مرة في حياتي أشعر بأنني غبي يا سيدي. أول مرة؟ أول مرة يا كلاسيا. لماذا؟ لأنني لم أقدر حالتك هذه من عينيك. كنت سأشغلك في السجلات والحسابات التي لا تجلب لك سوى التعب. لا عليك يا كلاسيو، إن هذه الحسابات هي التي أوصلتني إلى ما أنا عليه الآن. بالمناسبة يا سيدي، مركبك الفخمة قد لفتت أنظار الجميع، تركت أثرا بالغا في نفس كل من رآها، حتى أن أكثرهم دعوها أعجوبة هذا الزمن. تخيل يا سيدي، مارسيليوس أفضل بناء للسفن في اليونان قد سلبت لبه، قضى اليوم كله يتأملها من الداخل والخارج. صنعتها في مدينة سور وقد أشرفت بنفسي على بنائها. كنت أتخيل أني سأعيش حياة كاملة فوق البحر، لكني بقيت أشعر بأن حياتي خالية. لدي رغبة في سؤالك. اسأل يا كلاسيا. لما لم تتزوج إلى الآن؟ لأنني لم أرد الاستقرار، ولهذا السبب بنيت تلك المركب. والآن؟ سأقيم في الأسكندرية زمناً لا أعرفه. ليست لدي خطة لحياتي القادمة، لكني لن أبقى هكذا دون عمل. شريطة أن لا يكون عملاً متعباً. تصرف كما تشاء يا كلاسيو، إني أثق بك وأتمنك على مالي، لكن حاذر، سأقتلك إن شعرت بالتعب. مولاتي، ماذا أفعل هنا يا مينكوري؟ أنت هنا تحلمين يا مولاتي وتملين على نفسك الأحلام التي يجب أن تريها في نومك. وهل أستطيع؟ أجل يا مولاتي، عندما تتخلين عن الجسد لصالح الروح. أنت تريد مني أن أكون صنما معبودا، أما أنا أريد أن أكون نفسي. كهنة معبد أمون طلبوا مني تمثالا لجلالتك لوضعه إلى جوار الإلهة إيزيس، لأن كل منكما امتداد للأخرى. ماذا علي أن أفعل الآن؟ افعلي ما تشعرين به يا مولاتي. ولكن ألا يتطلب الأمر تعبيراً بارعاً لإخراج الإلهة التي في داخلي؟ لا يا مولاتي، فعيناك وحدهما كفيلتان بذلك، ذلك أنك موجودة بكاملك داخلهما. لولا أنني أعرفك جيداً يا مينكوري لظننت أنك تغازلني، ولقطعت رأسك عقاباً لك على جرأتك هذه. هيا. أرجوك يا أوليمبوس، دع هذا الأمر سراً بيني وبينك، لا أريد أن يعلم به أحد. إن هذا الأمر لن يخفى طويلاً، فالحمل سيظهر لكل من يراه. إنك لن تستطيع أن تتخيل الغضب الذي سيعصف بأختي كليوباترا عندما تعلم بذلك. إنني خائفة يا أوليمبوس. ربما ستتفهم الأمر إذا توجهت إليها بالطريقة الصحيحة. كليوباترا أختي وأنا أعرفها، لن تغفر لي خطيئتي هذه. سأقتل نفسي قبل أن أواجهها بهذه الحقيقة. إن لم تعديني بأنك لن تقدمي على أي عمل يهدد حياتك أو صحتك،
فسأضطر لإبلاغ صاحبة الجلالة بنفسي. ستقف إلى جانبي يا أوليمبوس؟ بالطبع يا مولاتي، وأنا أعتقد أن الأمر سيمر بسلام وستتبدد مخاوفك. سأبلغك متى عليك أن تخبرها يا أوليمبوس. إن عقلي لا يحتمل أن يركب رجل إغريقي عادي مركبا خرافيا كهذا، بينما تركب مولاتي ملكة مصر المرأة الإغريقية الأعظم والأشهر في عصرها مركبا لا يعد أن يكون زورقا قياسا لها. أشعر وكأنك تخطط لأمر ما يا مارسيليوس. أجل يا مولاتي، أجل أن أبني لك مركبا يماثله تماما، لتنعم مولاتي بالرفاهية أثناء رحلاتها البحرية السعيدة. إنك لن تشعري بأنك غادرت هذا القصر يا مولاتي. لن أسمح لك أن تتوقف عن عملك في الأسطول البحري لبناء رفاهية البحرية، لكنني سأسمح لك بشراء هذا المركب إن قبل صاحبه بذلك. ما اسمه؟ يقال له أبولودور يا مولاتي. أعرض عليه الأمر وادفع له من المال ما يطلبه شريطة ألا يبني مركبا مثله في المستقبل. أمرك يا مولاتي. أراك متلهفا لسماع الرد يا مارسيليوس. أكثر مما تظن أيها السيد أبولودور. حسنا، باستطاعتك أن تخبر الملكة كليوباترا بأن المركب ليست للبيع، لأنني سأقدمها هدية لها. لم تخطئ السمع يا مارسيليوس، سأقدم المركب هدية للملكة كليوباترا، وسأعتبرها منذ الآن من أملاكها. هل تحبني يا بطلموس؟ طبعا. هل ستقف إلى جانبي لو مررت بالمحنة؟ طبعا. قولي لي ما بك، قولي. لقد انطلت عليك الحيلة يا بطلموس، مثلت أمامك دور الفتاة المتألمة وصدقت. أنت حقا فتى طيب، ومن السهل خداعك. حقا أخذ منك. أنا آسفة. جلالة الملكة، عدت مسرعا يا مارسيليوس. ما الأمر؟ أبولودور صاحب المركب يا مولاتي. ما به؟ لقد أهداك للمركب هدية، كما أنك تستطيعين الاحتفاظ بالبحارة والعبيد الذين يعملون عليه دون أي ثمن إن رغبت جلالتك بذلك. أرى أنك أكثر سعادة مني بهذا النبأ يا مارسيليوس. لأنني أعرف القيمة الحقيقية لهذه الهدية يا مولاتي. لقد سخر لها نصف ما يملك وكل براعة الفينيقيين في صناعة المراكب عبر القرون لتأتي بهذا الشكل الأسطوري. ما دام تضحيته بلغت هذا الحد، لابد أن أقدم له شكري بنفسي. أرسله إلي. أمرك يا مولاتي.
بدأ الملك بطليموس يعي ويستجيب لأفكاري، وربما أصبح الآن مستعدا للدفاع عن نفسه ضد كليوباترا. هذا لا يكفي يا بوثان، لابد من إغراقها في الأزمات والمشاكل حتى يطير صوابها، فلا تعرف كيف تدير الأمور. بماذا تفكر يا أخيلاس؟ التمرد والشغب هما ما يمدانها رعبا وغيظا. ولا شك سيذكرها هذا بمصير أبيها. عصابات التمرد والشغب على أهبات الاستعداد بانتظار إشارة مني، وستكون الأخطر لأنها ستصدر عن المصريين. ابدأ يا أخيلاس، ولكن حاذر، قد يحرجك هذا الأمر أمام كليوباترا، وقد تقوم بعزلك بسبب فشلك. هذا ما أرغبه، لأنني عندها سأقود العصيان بنفسي. خادمك أبولودور ينحني أمام عظمتك يا مولاتي. قطعت نصف هذا العالم قبل أن أصل إلى الإسكندرية، ولكم وددت الآن لو أنني أحمل معي هذا العالم كي يشاركني انحناءتي هذه. ما بال مولاتي؟ لا عليك، أشكرك على هديتك الثمينة لي، ولا أعرف كيف أكافئك. مكافأتي الوحيدة هي أن تنال رضاك يا مولاتي. يجب أن أراها أولا. هل تمانع أن ترافقني لأراها؟ ثم أعطيك الجواب الملائم. متى يا مولاتي؟ الآن يا أبولودور. قلت لي إنك رأيت نصف العالم وتجولت فيه؟ نعم يا مولاتي. ولا شك أنك جمعت ثروتك هذه من تجوالك. لقد ورثتها عن أبي يا مولاتي. كل ما فعلته أنني حافظت عليها وعملت على توسيعها قليلا. هل تقيم في الإسكندرية؟ نعم يا مولاتي، فهي المدينة التي أحب، لكني لا أعرف متى سأضطر لمغادرتها إذا تطلب عملي ذلك. هل أنت متزوج؟ لا يا مولاتي. إذن لن تقيم في الإسكندرية طويلا. لا أحد يعلم ماذا يأتي به الغد يا مولاتي. وهل ستبقى إذا طلبت أنا منك ذلك؟ لا شيء تطلبه مني مولاتي وأتردد في تحقيقه. إذا طلبت من دمي أن يتوقف عن الدوران فسيتوقف. إنني لا أحلم إلا بأن تكون الإسكندرية المدينة الأعظم والأكثر غنى في العالم كله، ولهذا أنا أحتاجك. أنا أرى إشارتك يا مولاتي، ولكنني أرجو أن لا تشعر بالندم لأنك فرطت بسفينتك هذه لغيرك. إنها لا تساوي التراب الذي يطأنا لك يا مولاتي. أكاد أجن يا مولاتي. هذا الذي يدعى أبولودور، هل هو كاري؟ لا لا لا، هناك شبه كبير بينهما، لكنه ليس هو. لا يمكن أن يوجد هذا الشبه العجيب بينهما إلا إذا كان توأمين من أم واحدة، أو إذا كان هو نفسه.
السكري. ليس هو. لماذا انسحب بومبي من روما وسمح لقيصر أن يحتلها دون أي مقاومة؟ بومبي يجمع قواته في اليونان ولن يسمح له القيصر بذلك. ستندلع بينهما حرب طويلة الأمد ولن تنتهي إلا بانتهاء أحدهما يا مولاتي. أخشى أن يصل إلينا لهيب هذه الحرب. يجب أن نقف على الحياد وأن نكون على مسافة واحدة من القائدين المتنازعين يا مولاتي. كنت أريد أن أسألك يا هومينس، كيف وجدت أبلودور؟ إنه من النوع الجيد من الرجال الذين كنا نبحث عنهم لإدارة مشكلتنا المالية. لقد بدا لي رجلا نبيلا ويعرف موقعه في هذا العالم. فلنشرب نخب يوليوس قيصر العظيم، والقائد والمخطط والمعلم والذي يسحق كل من يتصدى له. لا، بل من أجل مصرنا وانتصارتنا القادمة، من أجل روما. أرسينوي، هل تحتاجين شيئا؟ أنت لا تبرحين هذا المكان، وبطليموس أبحث عنه فلا أراه، وعندما أرسل في طلبه يتهرب مني. ما الأمر؟ بدت أكره هذا القصر الذي نعيش فيه. إننا نعيش متباعدين على الرغم من أننا نعيش في مكان واحد. كل ساعة من ساعات النهار تمر وأنا أعيشها قلقاً وفزعاً من صدامكما معاً، أنت وبطليموس. أنت تعرفين بطليموس، لا أستطيع أن أضع مصير مصر بين يديه. لكن هذا لا يعطيك الحق في إذلاله وتحطيمه. أصغي إلي جيدا، أنا أكرس حياتي ونفسي لأكون قوية لأجلكم جميعا. أنا لا أحارب بطليموس ولا أسعى إلى إذلاله أو تحطيمه، فهو أخي. أنا أحارب أوصياءه الذين يسيطرون على تفكيره ويوجهونه للصدام بي وإضعافي، وفي ضعفي سيجد الرومان ذريعتهم المغرية لإلحاق مصر بإمبراطوريتهم. وإذا قبل بطليموس أن يكون أداة حقيرة بأيديهم، فلن أقف عند حدود تحطيمه وحسب، بل سأقتله أيضا. سنمكث هنا قرابة أسبوع أو أكثر. لا أريد أحداً من الجنود أن يرتكب أي حماقة. نحن هنا في استضافة الملكة، ولنا مهمة واحدة نؤديها.
كينيوس إغنايوس ابن القنصل الروماني بومبي والضابط العامل في فيالقه المؤيدة بالنصر دائما. أتقدم إلى جلالتك بأطيب التحيات مع شكري وتقديري العميق لاستقبالي في مدينتك العامرة الإسكندرية. أهلا بك أيها الضابط كينيوس بومبي، يسرني لقاؤك مجددا، ولو أني كنت آمل أن يتم ذلك في ظروف أفضل. لا شك أنك تحمل رسالة من القنصل العزيز بومبي. أجل يا مولاتي، كان بودي أن يخط الرسالة لك بيده، لكنه تراجع عن ذلك عندما أعلمته أننا تعرفنا مسبقا في روما. أجل يا كينيوس، إنني أحمل عن ذلك اللقاء ذكرى طيبة. لن أنسى أبدا أصدقاء الرومان الذين رحبوا بي ووقفوا إلى جانبي هناك. أنا أسمعك. لن أطيل عليك الكلام يا مولاتي، لكننا نستعد للحرب، ولقد تذكر والدي أن أفضل الأصدقاء هم الذين تربطه بهم صداقة قديمة، لذلك تجدينني ماثلا أمام جلالتك. اطمئن أيها الضابط، القائد بومبي أسدى لأبي معروفا لن أنساه ما حييت، وعلي الآن أن أرده جميلا بجميل. ما الذي تحتاجونه أيها الضابط؟ طعام ومؤن لإطعام الجيوش. سوف تحصل على مبتغاك، ولكن أولا عليك أن تقبل دعوتي على العشاء هذه الليلة. شرف كبير لي يا مولاتي أن أحظى بهذه الدعوة الكريمة. أستأذنك. أشعر وكأن مولاتي تراهن على نجاح بومبي في هذه الحرب، وانتهى الأمر؟ لا يا هومينس، أنا لم أتخذ قراري هذا لأنني أراهن على فوز بومبي على قيصر. اتخذته لأنني مؤمنة بالوفاء، وكل ما قلته لهذا الضابط كنت أعنيه. وإن وقع الأسوأ وانتصر القيصر، فماذا ستفعلين يا مولاتي؟ ليست مهمتي أن أعرف الأسوأ، أنا أتعامل مع الواقع كما هو، والواقع يقول أن في عنقي دينا وعلي أن أفي به. وإن وقع الأسوأ فلن أكون ملامة على الأقل أمام نفسي. جهزوا 50 مركبا محملة بالقمح وأرسلوا معها 1000 جندي. هذا سيخلصني من كل القيود التي يكبلني بها ذلك الماضي. هل سيكون هناك صدام وقتال مع الجندي يا سيدي؟ لا، عدة أيام من الشغب وإثارة الضجيج، هذا كل ما هو مطلوب منك ومن جماعتك يا إميليوس. هل تريدها على نطاق ضيق يا سيد؟ لا، بل أريدها على أوسع نطاق، وأن تختنق الساحات والشوارع بالمحتجين. إثارة كل هؤلاء الناس وإخراجهم إلى الشوارع ليهتفوا بحماسة وقوة يحتاجوا إلى المزيد من المال. إميليوس، لا أظن أنك حصلت من ديون على مثل هذا المبلغ في المرات السابقة يا إميليوس. لقد اختلف الأمر عن المرات السابقة يا سيد. بالأمس كنا نثور ضد ملك فاسد تافه يكرهه الناس، أما اليوم فنثور ضد ملكة قوية يحبها جميع الناس. تغيير عقول هؤلاء الناس وإغضابهم يحتاج إلى ضعف هذا المبلغ. رغم ما تقوله يا أميليوس، هذا يكفي ويزيد. من أين تريدني أن أبدأ يا سيد؟ سأسهل عليك الأمر يا أميليوس. الضيف الروماني كينيوس سيغادر الإسكندرية بعد أيام، ومعه قافلة ضخمة من الجند والمؤن. لك في أن تحشد الناس في الميناء ليروا ذلك، وعندئذ لن تحتاج لإغضابهم إلى مزيد من المال. إذا
خطر رأسي والليل يخجل من بهائك يخجل إذا مررت. وكل هذا السحر في عينيك يا امرأة وقف التاريخ في بابها أعواما. من لي بهذا الكون لغة تصف الجمال وتوقظ الإلهام. أما النجوم فمن ضيائك من ضيائك قد بدت وكأنها في مقلتيك في مقلتيك تحممت. الأرض تشهد أنك امرأة تشهد أنك امرأة العصور. يا زهرة فاحت يا زهرة